قربي قربي يعني قربي 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 غطيك حتى يحفظ أمني. جيبات 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 تبليه غطيك الأرض طيب ليه أنا تحت معك ولا معك معنا شيء وزراء اهلا وسهلا فيكم بهالجلسه. نعتبرها نحن تاريخ تاريخيه ومهمه جدا. يمكن هي اول مره في هالتوجه الثابت نحو معالجه قضيه كثير دقيقه. يعني لا وصلنا لهون الاسباب كثيره والنوايا كثيره، لان بس كل واحد وقت بيطول بمعالجه موضوع ببين نواياه ما بتضل مخفيه. وصلنا لهون لان تعطل مجلس النواب بين تشرين وغتيال الله يرحمه وسام الحسن، عطلوا مجلس النواب 3 أشهر. هذه راحت من امر المجلس النيابي، كان فينا نعد القانون ونبحثه ب3 أشهر اكثر. لا وصلنا لهون لأنه تقدم جميع أنواع القوانين يلي ممكن فيها المنصف المطلق وفيها المنصف النسبي، مش كل الأنصاف. طرحنا للقانون النسبية بالدوائر المتوسطة، قانون بينصف بين كل اللبنانيين والتمثيل النسبي، ما رفض القانون. ليه ما بدنا نسمع بنسبية؟ طيب شو بدهم يسمعوا؟ قلنا في قانون الارثوذكسي كل واحد بيتمثل بحجمه الطبيعي، ما بدنا اياه، هيدا طائفي ونعطوه بكل شيء، بينما في شيء من الطائفيه، بعده اقل طائفيه من النظام اللي عايشينه نحن، يلي عم نعطل تطبيقه احيانا، بضل يعني طبعا مدعين انه الطائفيه السياسيه عم تخرب كل شيء، بينما نحن ما لها علاقه الطائفيه السياسيه بالتخريب. تخريب إرادة بشرية. طرحنا قانون مختلط مثل ما طرحوا دولة الرئيس بري، نص أرثوذكسي ونص أكتري، كمان لأنه منصف شوي ما قبلوا فيه، عملوا قانون مركب على قياس حتى يضلوا محتفظين بأكترية وما يحرروا كل المقاعد المسيحية. أصبحنا النوايا منا نوايا لا أمنية ولا نوايا سليمة تجاه تضيع الوقت والوصول لهم، ولا قضية ميثاقية. اليوم في مفتي طائفة السنية، في بطرك الموارنة، في يلي بيمثلوا بالفعل أكترية المسيحية برا برات المجلس، وين الميثاقية اللي قروا فيها القانون؟ طيب هلا بنرجع للقانون ذاته استنادا لشو؟ اليوم مجلس الدستوري امام اختبار كبير كبير جدا، وان شاء الله ما يرتكب الخطا التاريخي، لان حاطين بالاسباب الاسباب التمديد انه الان في ازمه سياسيه. يا حضره القضاة بالازمات السياسيه بيأثروا عمر المجلس، ما بيمددون وبيعملوا انتخابات عن تاني وجديد. قالوا لأن الوضع الأمني. طيب إذا واحد شيل الصواريخ من مخزنه وضربنا على مرة مخايل، بكرة واحد تاني كمان بمرة تاني بالانتخابات بشيله من حي شعبي محطوطين بالملجأ، كمان بفجرهم بقلب المدينة. هيدي أسباب ما بتشكل عائق هون، ولو أنها بتشكل عائق ما كان في شيء بيمنع انه يكبشوا اللي حطهم رميهم من ارض معروفه على هدف معروف بساعه معروفه. كل الناس ما خبى حاله، يعني كتار الناس شافوه وبيعرفوه. فاذا النوايا بنعتبرها نحن كمان سيئه جدا. وفي كمان بالاضافه لنا للبترك في رئيس الجمهوريه عم يطعن. طيب في هن عم يطعنوا بكلامهم وتصرفاتهم، كلهم طالعين ورود تصريحهم ندمانين وغصب عنا. شو حالة اغتصاب هي ولا حالة فعل إرادة؟
لا شو اللي جابهم لهونيك؟ هل إدارتهم مملوكة من الخارج؟ هل مستعمرين إفراديا؟ بطلوا يعرفوا يعدوا قديش ال 64 من كل جهة؟ وقديش قوانينهم بتحرر ناخب لبناني حتى ينتخب بصورة صحيحة؟ لا. قال له الجامعة اللبنية والجمال اللبنية تانية. ما في إرادة إنهم يعملوا انتخابات بهالوقت هيدا. يمكن أسباب تانية مش سياسية، حسابية، لأنه يمكن القانون الستين حتى ما رح يضمن لهم الأكثرية اللي بدهم إياها. ولذلك استعجلوا كتير التمديد. طيب يلي قبلوا بالتمديد وكانوا عم يفتشوا على 64 نايب. طيب شو طلع لهم هلا اثنين من قانون 60؟ وشو الضمانه اللي بدهم ياخذوها انه بيطلع لهم قانون غير ال 60؟ بعد سنه، بعد سنه ونص. يقولوا لنا شو هي الضمانه؟ فاذا ضاع التوازن تبع النظام تبعنا وضاع كل شيء في سبيل مصالح ذاتية على دوافع خارجية. هلا شو بدي اجي احط لكم اسباب الطعن؟ ملف بكره بتشوفوه، بس يتقدم المجلس الدستوري بتشوفوه. ما محترم شيء ابدا، لا من الدستور ولا من غير الدستور، ولا من التقاليد، ولا من الاجتهادات، ولا من الاسباب الموجبه. وعم نقول انه المجلس الدستوري اليوم هو قيد الامتحان، مش نحن ولا مجلس النواب. شكرا.